النهاردة أبسط حاجة نقدمها للمرشح الرئاسي بتاعنا اللي هو القائد اللي قدر يعبر بينا في كل المراحل اللي فاتت، وأهم مرحلة بيعبر بينا فيها اللي هي بنمر بيها النهاردة. ما عادش فيه مزايدات، ما عادش فيه مساومات، ما عادش حد يقدر يقول أنتوا بتزايدوا، هنزايد على قرار إيه ولا إيه ولا إيه، هنزايد على قرار المعونات، هنزايد على قرار معبر رفح، هنزايد على تحرير الأسرة، هنزايد على العالم كله بيساوم معالي الرئيس في ان هو ياخد حته من قلبنا وحته من وطننا سيناء، والرئيس بيرفض حتى لا تبطل القضيه الفلسطينيه. ما عادش فيه مزايدات، الرئيس يعني مرشحنا لازم نرد له الجميل. ابسط حقوقه علينا النهارده ان احنا بنعمل له المؤتمر ده، بنقول له قد ايه كل الموظفين البنك الزراعي، كل النقابات في البنوك والتامينات، النقابه العامه برئاسه الاستاذ اشرف درويش. احنا عملنا مؤتمر في الفيوم، عملنا مؤتمر في الجيزه، عملنا مؤتمر في البحيره. النهارده شرف لينا كنقابه الاهليه ان المؤتمر بيكون في مدينه المنصوره عروس الدلتا. ابسط رد جميل لقائد عظيم، وابسط كلمه اقدر اقولها له ربنا معاك ويوفقك ويسدد خطاك وان شاء الله منصور. احنا كلنا مجتمعين على قلب رجل واحد لدعم وتأييد بالحب كله لتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي. طبعا احنا يعني لو قلنا كلام كتير، انا الراجل ده في الفتره الرئاسيه السابقه حسسنا بكميه حاجات كبيره جدا جدا جدا، منها الامن والامان، ومنها المشاريع العملاقه اللي موجوده. فطبعا وبعدين ما يحاك دلوقتي حوالين مصر من مخاطر، سواء من الشمال، من الجنوب، من الغرب، من الشرق. طبعا كل الحاجات دي يعني لازم تخلي دافع عندنا ان احنا لازم نختار الراجل المناسب. فهو ده رئيس بحجم تاريخنا، يعني ده رئيس بحجم تاريخنا فعلا يعني. واحنا بنقول له احنا ايد بايد نبني مصر من جديد، والرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله باذن الله هيكمل مسيره البناء والتنميه اللي هو بداها، وان شاء الله احنا معاه قلبا وقالبا. والمؤتمر ده دليل بسيط جدا واهداء بسيط جدا من نقابه البنك الزراعي المصري لسيد المرشح الرئاسي، وان شاء الله رئيس مصر القادم سيد عبد الفتاح السيسي.